نسور طارت بهم الخيل، متعك الله بهم ومتع الناس بولايتك لهم. حتى تستقيم الولاية يا ابن زنباع، ما تزال تأتي وتروح كالرمال المتحركة. ولكن الذي يزأر لها عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وخسورة قريش وخطيبها وفارسها. وماذا تركت لأبي خبيب في الحجاز؟ ومصعب بن الزبير في العراق. أهلاً بفرسان بني أمية. أهلاً بأبنائي. الوليد هو السابق. هو السابق دائماً علينا حتى في قدومه إلى الحياة. ما كان بيني وبين الوليد إلا رأس فرس، ولولا ولاية العهد لكنت ماذا يا سليمان؟ لكنا معاً يا أخي. وأنت يا مسلمة؟ أنا يا أمير المؤمنين سبقت إذ سبق إخواني، وفزت إذ فرح أمير المؤمنين. هكذا إذن، ألم تسمعوا ما قاله الشاعر؟
نسمعه منك يا أمير المؤمنين. ألم أنهكم أن تحملوا هجناءكم على خيلكم يوم الرهان فتدركوا؟ ألا يستوي المرآن؟ هذا ابن حرة وذاك ابن أخرى، ظهرها متشرك وتضعف عضداه ويقصر صوته وتقصر رجلاه فلا يتحرك. وأدركنه خالاته فنزعنه، ألا إن عرق السوء لا بد يدرك. هذا ما قاله عبد بن مبردة العبدي، لكن حاتم الطائي قال غير ذلك. وماذا قال حاتم؟ وما زوجونا طائعين بناتهم، ولكن خطبناها بأسيافنا قصرا، فما زادها فينا السباء مذلة، ولا كلفت خبزا ولا طحنت قدرا، ولكن خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضا وجوههم زهرة، وكائن فينا من ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعنهم شذرة، ويأخذ رايات الطعان بكفه فيردها بيضا ويصدرها حمرا، أغر إذا اغبر اللثام رأيته، إذا ما سرى ليل الدجى قمرا بدرا. الله أكبر! كأنما ألقمه مسلمة حجر، يا لك من فتى، وما زادها فينا السباء مذلة. أراد أخي أن يزرع نصلا في كبد ولده فارتد له نصله، حتى مع ولدك يا عبد الملك كلنا من نسل مروان، أتفخر عين على عين؟ لقد لمست تعبك أثناء خروجك من فسطاط الأمير. وكيف لا أتعب ونحن على ما نحن فيه؟ عساه خيرا. ومن أين يأتي الخير والأمة متشتتة والصراعات تكبر من حولنا؟ عبد الله بن الزبير في مكة وقد بايعه الناس أميرا للمؤمنين، ومصعب بن الزبير في الكوفة وصراعه متستر تحت رماد الفتنة مع المختار الثقفي، وعمرو بن سعيد في دمشق يضمر ما يضمر ويتحين الفرص. عمرو بن سعيد؟ أتظن أنه؟ لا أظن، بل أكاد أراه وأسمعه منذ اتفاق الجابية الذي نص على أن تكون ولاية العهد بعد جد مروان لخالد بن يزيد، ومن بعده عمرو بن سعيد. لكن جدك نقض الاتفاق على قاعدة أنه اتفاق ضرورة، وكان من حقه أن يسلم راية بني أمية إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. هذا ما تراه أنت، ولكن هنالك من يرى غير ذلك، وبخاصة من لهم مصلحة. إنها شهوة الملك يا صديقي، شهوة الملك يا عبد الله. على أي حال، ليس هذا فقط ما يقلقني أو يتعبني. إذن هي متاعب الهوى والبعد عن الحبيب. كم من بدر اكتمل وأنت بعيد؟ لا، ولا هذه أيضا. أهناك ما هو أكثر حرقة للقلب؟ بينما يتناحر أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد، هناك عدو حقيقي يجثم متربصا على تخومنا، يفرح لصراعاتنا ويتحين الفرص للانقضاض علينا افتراسنا. أين الأشدق؟ لم أره اليوم. أين عمرو بن سعيد؟ لا أدري يا أمير المؤمنين. ألست صاحب شرطتي؟ أيختفي من معسكري ولا تنتبهون؟ ربما ذهب لبعض شأنه، وربما عاد أدراجه إلى دمشق. ماذا قلت يا مسلمة؟ قلت ربما يا أمير المؤمنين. ألك علم بذلك؟ لا، ولكن... ولكن ماذا؟ إن لم يكن فرسانه هنا فهو في دمشق. ويفعل ماذا في دمشق؟ ماذا في دمشق يا مسلمة؟ الخلافة يا أمير المؤمنين. تغدر بي يا ابن سعيد؟ رويدا يا أمير المؤمنين، لعل طارئا طرأ له. يا
يطرأ له ولا يخبرني ويسير معي إلى العراق لانتزاعها من مصعب بن الزبير؟ ماذا تقول يا مسلمة؟ قلت يا أمير المؤمنين عاد إلى كرسي الخلافة. إلى دمشق؟ أتأذن لي؟ قل يا مسلمة. أرى أن الأمر يخصنا نحن بني مروان، فلنعد ولندع الجيش حتى ينجلي هذا الأمر. ولماذا لا يذهب جيشنا معنا؟ إن كان ثم تغدر فدمشق حصينة، وإن لم يكن فلا نرد على أهل دمشق بالجيش. إنه أمر للعقل فيه كلمة. هيئوا كتيبة من الفرسان وليتبعني بني وروح بن زنباع. لبيك يا أمير المؤمنين. كن وراء أبيك يا مسلمة. لبيك يا أمير المؤمنين. نعوذ بالله من شر الفتنة. إلى أين يا خالد؟ وفي مثل هذا الوقت؟ إلى عمرو بن سعيد. يا بني. إلى الذي انقض على حقي واغتصبه بعد أن كان عبد الملك بن مروان قد ابتلعه وأنكره. لا أدري ماذا أقول، كن حذرا يا بني. ما هكذا تورد الإبل يا أماه؟ كان اتفاق الجابية واضحا وصريحا، وأشهدنا بذلك الله والمسلمين. للضرورة أحكامها يا خالد. بل قول حب الولد تركها لعبد الملك ومن بعده لعبد العزيز وتجاهل حقي. وترى لو أنك خطها في مواجهتهم أكنت تنجو من سيوف بني أمية؟ ليس الكريم على القنا بمحرمي. يا مرحبا بابن الخلفاء، يا مرحبا بولي عهدي. ما هكذا كان في الجابية يا أبا سعيد؟ كان اتفاق ضرورة وهقد أخذتها بالسيف. بل بالحيلة، تركت عبد الملك وعدت إلى دمشق وامتنعت بها. غدر بغدر، أخرجنا مروان من ولاية عهده وأعطاها لولديه، وها نحن نستعيدها. أنت لا تعرف عبد الملك. ألي عمرو بن سعيد يقال ذلك؟ تالله لو كنت نائما في فراشي ما تجرأ أن يوقظني. أنت لا تعرف عبد الملك إذن؟ بل أعرفه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهل آلت إليك؟ بل عادت لي ولك كما كانت وكما يجب أن تكون. آمل ألا تراق حولها الدماء وألا تزال الرؤوس والمعاصم. سيفي على عاتقي ولساني في فمي وأنا الأشدق، فإن أرادوها حربا لأعيدنها جزعة تأخذهم بالنواصي، وإن أرادوا السلم فأنا والله أمير الكلام. أيها الحرس، أنا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، افتحوا الأبواب. افتحوا الأبواب لأمير المؤمنين ويعكم. عبد الملك بن مروان على أبواب دمشق ينادي طالبا دخولها. يا له من يوم، لقد انقلب السحر على الساحر. مهلا يا أبا سعيد، إن من يناديك على أبواب دمشق ليس بالنكرة، وإني لا أخشى أن يأخذك تيهك وكبرياؤك إلى قبضة عبد الملك، فاسمع لما يقول. قولوا لابن عمي الأمير عمرو بن سعيد، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يريد محادثتك، ولن يكون إلا ما تحب. أو يا أمير المؤمنين. ماذا يا مسلمة؟ إننا نساومه وهو في موقع القوة ونحن على الباب.
ماذا ترى يا مسلمة؟ لندع أو يكن خطابك له رحيما لينا. لن نعطي الدنية في ملكنا فيطمع فينا الناس. ملك مصفد أمام الأسوار، لا باب له ليدخل ولا فضاء له ليخرج إليه. قولوا لأبي سعيد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يريده، ولن يكون إلا ما تريد. تجنبوا الدماء، فاليمانية في الشام لن تتذابح من أجلكم. يكفي ما جرى في مرج راهط. لئن ظفرت بك يا أجدق بن العاص لا جعلنك عبرة لما يعتبر. هذا يا عبد الملك، عجبا يا ابن عمي، عجبا. تتجه إلى العراق لمقاتلة ابن الزبير، فتتجه بفرسانك تحت ستر الليل إلى دمشق. لعلك وجدت علي. بل إنني لم أجد تفسيرا لما جرى. أياك تفسير ما جرى وأنت عبد الملك؟ أتجهل أم تتجاهل يا ابن عمي؟ أنت تكلم أمير المؤمنين أيها الأمير. وقد كنت ولي عهد أبيه. وما تزال؟ لا، ما هكذا اتفقنا في الجابية. أراك استعجلت أيها الأمير وتجاوزت خالد بن يزيد. فلتعد إذن كما كانت لخالد بن يزيد. أنت تخاتلني يا عبد الملك، تريد أن تقع بيني وبينه؟ لو كان خالد في سن متقدمة بعد موت أبيه وأخيه معاوية لما خرجت من يده، ولا ارتفعت عشرات آلاف السيوف تحت راية حفيد معاوية. سيوف بني كلب معي، وسيوف أهل العراق والحجاز علي وعليه. فإذا انقسمت السيوف والرايات بيننا صرنا مداسا لخيول ابن الزبير في العراق والحجاز. دعني من ذلك يا عبد الملك إلى ما يعنينا الآن. أين خالد بن يزيد؟ ولم تريد خالدا؟ ليكون رسولا بيننا. أتأخذ حقه وتجعله وسيطا؟ يا لك يا عبد الملك، أرسل من قبلك. لا بأس، هذا روح بن زنباع الجذامي رسولي إليك. روح وحده كما تشاء. أدخلوا روح ابن زنباع الجذامي. لقد غدروا بي وها أنا أستعيد حقي. اهدأ يا أبا سعيد، إن لعبد الملك في عنقك بيعة. بيعة ضرورة، أنا في حل منها. ألم يتحلل أبوه من بيعتنا؟ ما جرى في الجابية ملزم لكل أطرافه. أليست سيوف أخوال بني كلب هي التي وضعت مروان على كرسي الخلافة؟ ألم يبايع الأمراء وقادة الجند بن الزبير؟ ما عدا خالي حسان بن بحدل الكلبي، ولولاه لما كان لبني مروان فيها نافخ نار. بل كان مروان بن الحكم ذاهبا إلى مكة ليبايع ابن الزبير. ليته فعل. وتخرج من بيت أبيك وبني عمك؟ أفضل من أن تبقى حاملة أحقادها وأطماعها ودماءها. هل يأذن لي أبا سعيد بالحديث معه منفردا؟ أهي دون خالد؟ ليس من دونه شيء، لكنني أود الحديث منفردا بك. إذن لي. الأمر لك. ما لك يا أبا سعيد؟ هل تدع كبرك يضيعها عليك مرة أخرى؟ أتهددني يا روح؟ بل أنبهك يا عمرو،
ماذا لو جاءت جذام وقبائل الشام وحاصرتك هنا في دمشق ودخلت عليك نورك؟ طالت المفاوضات بينهما. أظن أن عمر سيركب رأسه. لو كان الأمر بيدي لاقتحمت عليه داره وأخذته بالسيف. إنه حصون في دمشق ولنا حلفاؤنا من أبناء قبائل الشام. أتمنى أن يتم الأمر على خير. ماذا ترى يا مسلمة؟ هندخل دمشق اليوم سلما؟ لولا هذا لما اقترحته عليك يا أمير المؤمنين، وأقترح أيضاً أن توثق له ولاية العهد، وحينها لا مفر له من القبول. سأوثق له، اكتبوا له بأمانة وولاية العهد، وابعثوا العهد في الحال لروح ابن زنبع. أبي، إنها سياسة الملك والخلافة يا بني، لا تخف على أبيك، فأنا عبد الملك ابن مروان. نحن الآن في غوطة دمشق، نستقبل فجراً جديداً، وقبل أن تغيب شمس هذا النهار سنكون في دار الإمارة بدمشق. اكتب له يا مسلمة. لبيك يا أبي. وبعد أن يتحقق ما نويت عليه سأتفرغ لأبناء الزبير في مكة والكوفة. والروم يا أمير المؤمنين؟ الروم سأراوغهم وأماطلهم لأبقيهم خارج الصراع حتى أستكمل توحيد الأمة. ما تقول الآن يا عمرو وقد أوثق لك؟ وهل أثق بعبد الملك بعد كل ما جرى؟ النائم مع الشك كالنائم على فراش من الشوك. عفى الله عما مضى، وليدخل دمشق سالما مسالما. مرحبا بالأمير خالد. مرحبا بابن عمنا. الحمد لله الذي انتهت هذه الغمة على خير يا أمير المؤمنين. حق لأبي سعيد، ما كنا من حرمناه إياه وأعدناه إليه. وماذا عن حقي يا أمير المؤمنين؟ ألم أكن ولي عهد مروان وبعدي عمرو بن سعيد؟ بلى يا ابن عمي، بلى، لكن عمرو بن سعيد غصبك هذا الحق إذ قبل بولاية العهد دونا. هذه تبقى بينكم. هكذا إذا، استودعك الله يا أمير المؤمنين. في أمان الله يا خالد. والآن يا وليد، اذهب أنت إلى عمرو بن سعيد. مالي وله بعد أن اذهب إليه ومارس معه فتنة الحكم والحكام،
إني أعدك لما هو أكبر وأهم. إذا فأمير المؤمنين يرى البعيد بنفس الوضوح الذي يرى به القريب. أين مسلمة؟ كم تؤلمني دمعتك يا الله، كم يضيعني غيابك عني يا ولدي. أضناك البعد كما أضناني يا حبيبي، قد شحب لونك. لدي شراب التوت الممزوج بالعسل، أعددته لك وانتظرتك. أعرف هذه الدمعة السخية، دمعة السبي والانقطاع عن الأهل ومذلة الدنيا، أعرفها وتحرق روحي. قلت شيئا يا ولدي؟ تعالي أمه، تعالي. لن يكون لك إلا ما تحب. وأمير المؤمنين يقول إنه ليس من المعقول أن يكون ولي العهد مباعدا لأمير المؤمنين لا يزوره ولا يراه. اسمع يا ابن عبد الملك، لا يخاتلني أبوك، والله إني لا أعرف أنه ليس لي عنده إلا حد السيف، لكن عمرو بن سعيد لا يقعقع له بالشنان، وهؤلاء الفرسان لا يبرحون، يسيرون أنا سرت وينحازون أنا انحزت، فإن كان ولا بد فهم معي. يا أبا سعيد، إننا رحيم وليس منا من يقطع الرحم، ولكنك بهذا تطمع بين الطامعين وهم كثر. نشدتك الله ألا تقطع الرحم. ماذا قلت يا أبا سعيد؟ قل لأبيك أني سأزوره غدا ومعي الفرسان. لن يكون لك إلا ما تحب، فأنت وفرسانك. هذا من عندك أم من عند أبيك؟ بل من عندي أبي أمير المؤمنين عبد الملك. أسدان في قفص بمكان ضنك ضيق، كل أشواقي قد تلاشت حين رأيتك وسمعت صوتك وتدفأت بحنانك. يا عز أمك وكل أهلها، اشرب يا ولدي، اشرب يا ماء عين أمك. أتعدني يا مسلمة؟ بماذا يا أمه؟ بأن تتجنب الموت ما استطعت. أعدك بكل شيء إلا هذه، أنا فارس مقاتل يا أم مسلمة، وعلى الفارس أن يوطن نفسه للموت دائما، لا يهمه أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. إذا وضع الفارس شبح الموت مسبع عينيه، فالأفضل له أن يجلس متلحفا جدران منزله وحضن أمه. لا مكان في الدنيا أحب إلي من دمشق وغلطتها هذه. لا مكان ولا إنسان. لاحظت ليلة أمس أن البدر قارب على الاكتمال، وهناك نخلة تنضب. المسافة بعيدة والوقت ضيق والقلب يحترق يا عبد الله. تذكرني يا صديقي. وهل أنت بحاجة لمن يذكرك؟ لا والله. نشب قتال في الكوفة بين قوات مصعب بن الزبير وابراهيم بن الأشتر وقوات المختار الثقفي، وما الذي يروعك؟ سيقضي أحدهما على الآخر؟
ما يبقى منهما. سواد الفتنة، لعن الله موقدها، لعن الله موقدها، لعن الله موقدها. أما شبعت يا موت؟ أما تأخذك الفتنة مع قتلاك يا موت؟ أمت الفتنة يا موت، أمت الفتنة. الموت الحثيث فأسمع. هذه هي دار الإمارة التي اغتصبها المختار الثقفي زاعما أنه القائم بأمر آل البيت، ناكثا بيعة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. لم يكن المختار نكثا ولا جبانا، وأشهد أنه مات شجاعا باسلا. أشهد له بذلك. فإن كان كاذبا في دعواه لآل البيت، متوسلا حقهم وقرابتهم ليصعد درج الإمارة، فإنما هي السياسة. وأنت ماذا تقول يا إبراهيم؟ أقول إنها فتنة وسيوف تسطرع على السلطان هنا في العراق وهناك في الشام وفي الحجاز، وها قد أغمدنا أحدها في الكوفة كما أغمدنا سيف عبيد الله بن زياد في معركة الخازر، ولا تزال السيوف مسلطة، ولا أدري لمن تكون الغلبة. ضعوا هذا الرأس على رمح وطوفوا به في أرجاء الكوفة ليعلم الجميع أن المختار قد مات. وأرى أن تعفو عن الأسرى والنساء. لا زال الإحن في نفوس أشراف أهل الكوفة على المختار وأنصاره من عبيدهم ومواليهم ممن ثاروا معه. أخاف إن أطلقنا الأسرى أن نؤلبهم ضدنا. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هل أرسلتم من يبلغ أمير المؤمنين في مكة بما جرى هنا؟ ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ قل يا عبد الله. أقول ما بنفسي كما عودتك يا عائذ بيت الله. بلى قل ونعم عين، ما عرفتك إلا صواما قواما وناصحا مخلصا. لو أنك يا أمير المؤمنين تولف بين بيوت مكة وسادتها، إنما تكتسب القلوب بالألفة. وماذا لهم؟ إنهم يرفضون بيعتي وأنا ابن حواري رسول الله وأول مولود في الإسلام، ويأخذهم الهوى إلى ابن الطلقاء عبد الملك بن مروان. يا أمير المؤمنين، ابن عباس حبر الأمة، وابن علي رأس بني هاشم، وابن عمر هو من عرفت. ماذا أفعل؟ إنهم يرفضون بيعتي. إنهم لا يرفضون بيعتك، لكنهم لن يبايعوا والأمة على خلاف، بل بيعة الجماعة. وهل لو كانوا في دمشق كان ابن مروان يتركهم؟ تالله لو كانوا في الشام ورفضوا بيعته لضرب أعناقهم. لقد قتل المختار. ليت ابنتنا لا تسمع في حياتها صليل سيف ولا رمحة رامح، ليته لا يقر في أذنها إلا الجليل من كتاب الله عز وجل، وما يلذ في السمع من شعر ولحن وغناء. ومع هذا فالقتل ليس سبة، فإذا قتل فقد قتل من هو أفضل منه، وإذا بقي فقد بقي من هو شر منه. هيهات يا سكينة، إن كربلاء تحيا في حناياك. أو تنسى كربلاء يا مصعب؟
السيوف تشتذ أبي وإخوتي وآل بيتي أمام عيني، وتتجلدين يا سكينة. بلى، والله إننا آل البيت نحسب مآلنا عند الله عز وجل الذي لا إله إلا هو. وقتلنا امرأته أيضا. سألناها أكان زوجها مؤمنا أم كافرا، فقالت والله لا أعرفه إلا مؤمنا تقيا، فأمر أخي عبد الله بقتلها. لقد أخطأ عبد الله وهو الورع. كيف يا سكينة؟ ما كان يجب أن يقتل امرأة شهدت بإيمان زوجها، لأن ذلك ما تعرفه عنه. ما كان يجب أن يقتل امرأة حرمة لها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء؟ لقد كان يأخذ بثأركم يا أهل البيت. لا يا مصعب، لا أيها الأمير الجليل، والله بعدما رأيت ما تمنيت أن يرتفع سيف باسمنا، أعرف أنه سيرتد علينا ذبحا وتقتيلا، ووددت والله لو ترك أهلي هذا الأمر إلى يوم القيامة. ويكفيهم كرامة من الله عز وجل أنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أكرمهم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ويكفيهم أنهم حملة رسالته ونصرة دينه. يا لك يا سكينة، إن الله سبحانه وتعالى يعرف أين يضع رسالاته. والله لو كان الأمر لي لما قتلت امرأة المختار ولما قتلت الأسرى، ولكن أشرف الكوفة أسرف في الأسرى، فأفتى أخي عبد الله بقتلها وكان ما كان. ليت شمل هذه الأمة يجتمع، ولكن ولكن ماذا يا سكينة؟ ولكن هيهات. ما هي أخبار عمرو بن سعيد؟ أزوره وأجامله كما أمرت يا أبي، وقد خرج من هنا بعد زيارته لك أكثر اطمئنانا كما بدا لي. لكنني لاحظت كثرة تحرك فرسانه داخل دمشق وخارجها. أنت يا سليمان، ماذا يا أبي؟ ماذا لديك من أخبار؟ لم تكلفني بشيء يا أبي. وهل كنت تنتظر من يكلفك وأنت ابن أمير المؤمنين؟ أنا رهن أوامرك وتوجيهاتك يا أمير المؤمنين. أين أنت يا رجل؟ مللت من البحث والسؤال عنك. أنا بين يدي أمير المؤمنين، ولكن يداي فارغتان. كنت أتلقى الأخبار، وربما أكون قد أتيتك بأهمها. اجلس وهاتها هناك قرب مسلمة. إني أسمعك. مصعب بن الزبير. وماذا عن فتى قريش؟ قتل المختار الثقفي. عدو صار إلينا، وعدو أضعفته عداوة عدونا. وهناك أمر آخر يا أمير المؤمنين. بأمر من عبد الله بن الزبير قتلت امرأة المختار الثقفي. إنه يفسد أمره بيديه، وكما توقعت لأعدائنا ها هم يقتلون بعضهم بعضا، لكن جميعهم يتفقون ضدك. هذا ليس بجديد، ولكن آن الأوان للانقضاض عليهم واقتلاع هذه الأشواك. والروم يا أمير المؤمنين. الروم الروم الروم، لا أجد نصب عينيك إلا الروم. Thank you.
اقترب. أمر مولاي الإمبراطور، العرب في اضطراب شديد، وإنها للحظة مناسبة للانقضاض عليه، فما تقول أنت قائد جيش الثغور بمواجهتهم؟ صدقت يا مولاي، العرب في اضطراب شديد وسلطانهم ممزق وهم في حالة لا يحسدون عليها. قل لي يا ليون، أتعرف بيوتاتهم ومن منهم صاحب الأمر ولمن سيخلص الملك فيهم؟ يا مولاي، إن ميزان العرب مضطرب أشد الاضطراب الآن، كل يوم يميل لأحدهم، مرة في الشام وأخرى في الحجاز وثالثة في العراق. والفرس، لما لا يتحرك الفرس؟ لقد قاتلناهم قرونا عديدة دون أن ننال منهم، ثم يأتي العرب وبلحظة يزيلون ملكهم العظيم كأنه لم يكن. لن يطول الأمد بالعرب حتى يخلص الملك لأحدهم، وكائنا من يكون سيكون عدونا. فما تقول؟ أقول يا مولاي، نبادرهم قبل أن تصطلح أمورهم، ربما نستطيع استرداد ما فقدناه في الشام ومصر وبعض إفريقيا. وأنا أيضا سأفكر وأعلمكم بقراري. بما تتناجيان يا أمير المؤمنين ولا تريدان أن أسمعه؟ أهي شؤون خاصة دوني؟ يمكنك أن تقولي إنها شؤون عائلية مروانية. لا دخل لأبي سفيان فيها؟ لا، لم أقصد ذلك، وإنما رميت إلى أنها شؤون الحب. وهل ليزيد الصغير بن عبد الملك رأي ما في هذا الأمر؟ ماذا تقصدين؟ أليس له شيء في الأمر؟ ها هو يشب ويكبر. ما زال في العاشرة. وأما المقبل يا ابنة الخلائف فهو بيد الله، وما أتمناه وأعمل له هو تأسيس ملك بني مروان على أركان ثابتة، كي يتسلموا دولة قوية راسخة مهابة. وهذا للأسف ما لا يفهمه البعض. اشرب يا يزيد أيها الغالي يا ابن الغالي، اشرب اشرب. أنا أفهم وجهة نظري وأحترمه، وأتمنى أن يسمع وجهة نظري ولو لمرة واحدة ويفكر بها. وهل تظن أن أمير المؤمنين لم يفهم وجهة نظرك ولم يفكر بها؟ لم يدعني أوضح. ألا تعتقد أنه استوعبها؟ أنت متفق معه إذن؟ أنا فارس أقاتل تحت رايته، وصديق لك لا يتخلى عنك أبدا. هيا بنا، لقد أرهقني هذا الأمر. وليس لإرهاقك من علاج إلا نخلة في تمام البدر. يا عبد الله، أتظن أن هذا الأمر يغيب عن خاطري وأحتاج لمن يذكرني به؟ لا، ولكنني أحضك عليه. أطلب من أمير المؤمنين عدة أيام للراحة واذهب. عدة أيام؟ أليس من حقك؟ اذهب، فأما تعود مرتاحا متألقا أو تصبغ البدرة بدم فارس مرواني قتله الهوى. الأمر لا يحتمل العبث يا عبد الله. وأنا لا أعبث يا أميري. Thank you.
منذ عودتك وأنت صامت ساكت، حتى الطعام تزدرده ولا تتذوقه، ما الأمر يا بني؟ أمور كثيرة يا أمي، وليس أمرا واحدا. حدثني بها، إن الكلمات غالبا ما تحمل الهموم معها وتطير بها، وكثيرا ما ترسخها داخل الجرح يا أمي. حماك الله من الجراح وألامها. ألا يكفي ما حدث بالكوفة وما ينتظرها من أحداث؟ ألا يكفي ما ينتظر مكة وأبناء الزبير؟ ألا يكفي الروم الجاثمون على بعض أرضنا، المتربصون على تخومنا؟ هذا عمرو بن سعيد يشحذ همم فرسانه وأنصاره ويعدهم لأمر ما. بعد أن أوثق له أمير المؤمنين ولاية العهد وأقصاك عنها؟ بعد كل هذا وذاك، وكأنه يسعى لحتفه بظلفه. يا رب، يا رب أبعد السيوف عن صدوري وأعناق العرب والمسلمين، وسن دماءهم يا الله. لقد فكرت وخططت، وسأطلعكم على ما توصلت به. من هنا سينطلق الجراجمة، ومعهم الجند والمرتزقة الصقالبة الذين سنرسلهم إلى مدن وسط سوريا، حما، حمص، شيزر. وهنا سوف ترس سفننا ليلا لإنزال جندنا الذين سيخترقون هذه الجبال حتى يفاجئوا دمشق ويركبوا أسوارها. وعبر هذه الثغور ستنطلق يا بطريق الأناضول وإيزوريا لاستعادة المدن والحصون التي استولى عليها العرب في عهود ملوكي. أما أنا فسأقود الجيوش بنفسي، مخترقا هذه السهول عبر تربة قنسري. سنطبق عليهم من كل فج.